ورحمة الله. الله سبحانه وتعالى كريم كرم لا تتخيلها العقول ولا الأفهام. وأظن والله أعلم لو اجتمع الخلق كلهم أولهم وآخرهم إنسهم وجنهم في صعيد واحد ثم وصف كل واحد منهم كرم الله لن يستطيعون أن يصفوها أبدا. فعطاء سبحانه وتعالى لا ينقطع ولا ينبغي أن ينقطع لأحد من خلقه، يعني من الأحياء من خلقه، سواء شعرنا به أو لم نشعر. فالله سبحانه وتعالى أحب الأوقات له لتسأله هو الثلث الأخير من الليل. هذا الوقت تحديدا هو الوقت اللي الناس ما يحبون أحدا يسألهم فيه، فالله سبحانه وتعالى يفتح فيه أبوابه ويقول هل من سائل فأعطيه. والله سبحانه وتعالى إذا سألت شيء هو ما يعطيك فقط مسألتك، يعطيك فوقها مغفرة ورحمة وقرب منه ويبارك لك فيها ويزيدك أيضا، يعني هو يعطيك أكثر مما تستحق ومما تتخيل أيضا. الناس من طبيعتهم إنهم ما يحبون يلح عليهم في المسألة، ولله المثل الأعلى، لكن الله سبحانه وتعالى يحب الملحين في الدعاء. الناس تسقط من عيونه إذا سألتهم، والله سبحانه وتعالى تعظم وتكبر في عينه إذا سألت. إذا تأملت عطاء الله سبحانه وتعالى للأنبياء في القرآن ستدهش، وهم مبتلون في الدنيا، أجل كيف عطاءه لمن هو دونهم؟ فمثلا يونس عندما دعا نجاه من بطن الحوت وآمنوا قومه ومتعناهم إلى حين. قس على ذلك دعاء زكريا وأيوب وسليمان وهكذا. سبحانه إذا أعطى ما يعطي حاجة واحدة، وإنما يعطي عطاء يدهش. إذا كان عطاء الملوك أصلا في الدنيا مدهش، فكيف بعطاء ملك الملوك؟ وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، اقبلوا على ربكم وابشروا بالخير. السلام عليكم.